الجو براد بس ما ادري شو العلم. اوف لو برنامج بادي بشتاء. اه بس البرد اللي اشد مشكله، لكن زين لو الوزنيه دي حلو مش كذا ولا كذا. البزنس راح ياكلونا. ايه بيطيحون في عز البرد الله يعين. المربعانيه. بو 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 بو. لا والله ما اقدر الصراحه. الرياليتي في عز البرد صعب. الظاهر بسجل بالبزنس. شد حالك. شد حالك. اذا خذيت المركز الاول انت اسجل بالبزنس. انا ولا انت؟ انت. اين يا رجال؟ ما حولك مركز. اطلع برايم احسن لك. ما هي بقصة ما حولي مركز. ما هي بقصة ما حولي مركز. اني اخذ 3 شهور ثانية صعبة. اقول انت اذا خذيت المركز الاول انا اسجل. انت؟ ايه. سجل بي وبدوني. كم تحس نسبة بالمية ان المركز الاول حولك او المراكز الثلاثة؟ الثالث اقرب واحد. شوف ما تقدر تحكم الحين، باقي اسبوع كامل يا ولد. اسبوع تغير نتائج؟ اي تغير كيف؟ اسبوع يغير. كم فقرة فقرتين تقلب النتائج. ما تقدر يعني. يا مرحبا يا سمسومي. الله يبجيك. وش الفعاليات يا ولد الحولكم؟ وش الفعاليات اللي عندكم في حايل؟ والحين والله ما تلقى احد ببيته. ليش؟ كله بلبر، كله بلبر. يا الله. حايل كلها الحين تلقاه بلبر. لله عليك. اي والله. انا قبل لا اطلع قبل لا اجيكم كنت بلبر بالنفود ممرح. والله. اي كنت بالنفود ممرح. وين يمكن يوم مبادرة فهد يوم قال انا نفس مبادرة فهد مطير تخبره حقت 2000 سهم 1000 سهم يوم فهد يقول 1000 سهم اتبرع. اي كنت بالبر وقتها؟ كنت بالنفود بوقتها. طلعت من طلعت من برنامج حوالي 5 مرات 6 مرات انهود كلهم راحة نمرح نقوم الصبح غير منشار ما القلبان كم بضلوع كله رايحين له. الاول ايش اسمها؟ ام القلبان. لا اللي قبلها كان بضلوع. تقول منشار؟ منشار. منشار ذا وين؟ هذه ما عندي كانك تدلب حايل. منشار الشعيب. ازين من كان بضلوع؟ لا 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 مو بزين. لا منشار لانه قريب من قريب المدينة. من المدينة. اها قريب مره ولو بوابه خاصه. لا ما تنفع لي ذي مره ما. احنا لو بغينا نطلع انا واخوياي نطلع قطوع. ايه ايه لا لا شفت زي المنتجات القريبه من المدينه ذي ما هي بجوي. نحن نطلع قطوع نروح مكان ما هو ابراج. طلع سريع. عشان ما حد يتكي بجواله. ام القلبان ذي زينه بعد. ام القلبان ايه. نفود. والجفر نفود الجفر. مثل كم بضلوع. لا كم بضلوع شعيب هذيك نفود. هذيك نفود. زين انا كود اخذك هناك في الربك. انت بيرك يلا بالله اسبوعين عندي. بنفود لو طلعنا ما عندنا نظام فرشات هذا لا. ايه يا رجال. جيب ماركتك تعال. تصدق ان احيانا الفرشه انها تاخذ اظن 3 4 شهور ما نزلها. لا اذا اني يعني طلعات حول فرشات. الديره حول الديره والارض نظيفه و ايه على حسب ايه ولا فرشات معي بالسياره. موجوده يا رجال طوي يعني. تكلمك عن نفسي انا طوي. زين. كان جامع 2 3 من العيال الوضع في رسميه. حتى طلعت هلبر يعني مريحه للنفس. والله مريحه للنفس. اي والله. طلعت هلبر. تريح البال. طلعت البر تشفي كل قلب علي. علي يقول اذا انت اذا انا اعز الناس في عيونك ترى كنت كل الناس في عيوني. يقول يا محلى النار يا محلى البال مع ايش قال له؟ يا محلى البال مع سيحة البال. يا محلى الفنجان. يا محلى الفنجان مع سيحة البال. في مجلس ما في نفس ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا صديق ما ندور مثيله. زين صراحة طقمك فخم ماشي. ها؟ الطقم فخم ماشي. بحايق قطيني ثيابنا الصيفية ترى. والله دخل البرد؟ دخلنا بشتة على طول. برد بدي زي ذا الوقت ما تقدر تجلس برا؟ ايه لازم شبت ضوء. شبت ضوء؟ هي حالات شبت ضوء بالصيف ولا بشتة؟ شب الضوء بالصيف ولا بشتاء. يقول ايش قال؟
تفكرهم انت. اي والله نايم دايخ تبي مسج راسك. تعال تعال ركبتي والله امسج راسك والله ترتاح. حط راسك يا رجل تعال. صحيت بدري وعندنا مطبخ شفت ايه مسلم اوي دياتك فارده. انا خبره ايش وقت قر هذه الله يعطيك العافيه. انا خل 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 عشان اعيش الجو. شوف ذكرتني بحلاقين يزيني دياتك صغيرات عشانك. لا لا تكفى تكفى يا محلى البال مع سيحة البال. يوت شوف شوف لك حل. يوت لك حساسية الظهر شوف يدك من ايش. لا هذه مع البرد. وشو البرد نسميه حفا. ايش قال له حفا حفا بالله متوتر من ايش. مقابلة زياد توتر من ايش رجل. تحس انك يعني جاهز لكل شيء. ايه جاهز ان شاء الله. وش وش بيسأل عنه يعني. بس لقاطرة مميز زياد يعني اعلامي مميز جميل والله. ونعم الشهادة زياد. يوم طلعت ابراهيم زياد عندي سؤال قابلته برا قلت زياد ما عندك ضمير وانت على نسمينه. قلت له هي طقطق معه ارسل له هذا يقول له ايش اسمه يقول وقت الشغل شغل وقت هذا هذا عزل محو علام ما شاء الله مميز والله مميز ما شاء الله عليه معروف الادمي هذا ان شاء الله يسر امره. راح تشتاق القريه صدق في احد المسلسلات مصوره بالقريه هنا؟ ايه والله شفته واحد لابس طاقيه ذهبيه اتحدى كركت سديتك تخبر مسلسل ادري ها؟ هنا في القرية ذي تعرف المسلسل هذا؟ الكلمة ذي اسمعهم يقولون كركت فديتك شباب البوم ايه طورين هنا في ظلام حلقة مزرعتكم فيها نخل؟ ايه مليان غرايس نسميه عندنا غرايس وسكري ولا وش؟ كلها كلها سكريات سكري ورطب